بودكاست ريهاميات. أنا ريهام جرجور. مرحبا. اللي بحط عقله براسه بيعرف خلاصه. اليوم حلقتنا عن الراس، بس مو exactly الراس يلي بالمثل، لكن جزء من راسنا وتحديدا مجموعة خلايا بالدماغ اسمها RAS Reticular Activating System. ترجمة الاسم بالعربي نظام التفعيل الشبكي أو جهاز التشغيل الشبكي. الـ RAS هو جزء من المخ، ورغم اسمه المقعلص Reticular Activating System فينا نستعين بنجوى كرم تساعدنا نحفظ شو شغلته تحديدا. حط صحابك بالغربال، صحابك لو بتغرب الغن. بدل صحابك رح نقول حط أفكارك بالغربال، أفكارك لو بتغربلهم. الدماغ البشري عنده سيستم فلترة أو غربال ذهني بيخدم الإنسان إنه بيخلق له مناطق عمياء بدماغه. كيف يعني؟ لو شي مرة جربتي تقري رواية وكنتي غايصة فيها تماما، تتذكري كيف العالم من حواليكي كان عم يتلاشى؟ ما بتسمعي زمامير السيارات ولا بتلاحظي الحركة اللي حواليكي ولا أي شيء. كل تركيزك منصب على الرواية والكتاب اللي بين إيديكي. لو شي مرة كنتي بتجمع عائلي أو مكان زحمة وما فيك تميزي الحوارات والأصوات اللي الناس عم يتحدثوها، لكن وسط الضجة حدا نده اسمك، دغري بتلتفتي وبتنتبهي لاسمك. وقت النوم بعد ما تغمضي عيونك فيك تلاحظي كيف تدريجيا حواسك بتبتدي تنطفي واحدة ورا التانية، وجسمك بصير كأنه فاقد للإحساس وبيكون دخل بحالة استرخاء تام وبتنامي. حواسنا بتستقبل تقريبا 11 مليون رسالة بكل لحظة. يا لحوي، كمية مهولة من الداتا تقدر بالملايين موجودة حوالينا ومتاحة حتى حواسنا تستقبلها كلها، لكن قدرتنا على الإدراك والتحليل الواعي بتستحمل بس 40 رسالة بالثانية. هو يعني مو بس الصراحة، لأنه لسه الرقم كبير 40 رسالة بالثانية، لكن الفكرة أننا نفهم الفرق ما بين المتاح حوالينا وما بين يلي فعلا بيدخل على دماغنا، أنه فرق ضخم كتير. وهذا شيء صحي وممتاز، لأنه كان دماغنا انفجر لو بكل لحظة بيفوت عليه فعليا 11 مليون معلومة ورسالة. والفضل بتخفيف الضغط عن دماغنا بيرجع لهذا الغربال يلي عم نحكي عنه، غربال الراس. يعني شكرا لل RAS Reticular Activating System. تعالوا نتعلم مثل جديد من أمثال سنة 2020. شكرا يا راسي، لولاك كان وجعني راسي. لأنه فعلياً لولا نظام التفعيل الشبكي لأصابنا الجنون من كثرة المعلومات يلي حوالينا بكل أنواعها، كم الألوان، كم الأسطح والخامات للملمس، كم الروائح والأصوات. لا لا لا، الوضع كان هيبقى مستحيل الصراحة. هون منجي للسؤال، هل يا ترى الـ RAS بيشتغل بطريقة واعية ولا لا؟ يعني هل نحن فينا نتحكم بعملية الفلترة؟ نعطيه مقياس لهالغربال شو يدخل وشو يرمي برا؟ والجواب هو نعم منقدر. وهذا بيت القصيد بحلقة اليوم، والسبب أني اخترتها تكون من حلقات بداية السنة بشهر واحد، شهر كانون الثاني يناير 2020، لأنه لو فهمنا صح الشغل تبع الـ RAS منقدر نستعين فيه بشكل غير عادي خلال يومنا، ونخلي نظام التفعيل الشبكي يكون واحد من أكثر الأدوات المفيدة والعملية بالسنة الجديدة في سبيل تحقيق أهدافنا وأحلامنا للسنة على كل الأصعدة، سواء دراسة أو شغل أو علاقات. ونقدر فعلا نتحكم بالتوجه العام بالحياة لما نعرف كيف فينا نطبق عمليا كل اللي رح نتعلمه عن الـ RAS Reticular Activating System. إنه يكون عندي منبر أقدم من خلاله محتوى يعمل فرق حقيقي بحياة الناس، وتحديدا بحياة المرأة الناطقة باللغة العربية حول العالم، فهذا المنبر أنا بالنسبة لي بعتبره شرف. وهالمنبر مقسم لثلاث قنوات: بودكاست ريهاميات يلي هو مدونة صوتية مسموعة، وموقع ريهاميات.com يلي هو مدونة مكتوبة مقروءة، ويوتيوب شانل ريهام جرجور يلي فيه فيديوهات مرئية. وهالثلاث قنوات بيخدم عليهم صفحة فيسبوك وحساب على انستغرام. لحتى حافظ على المحتوى أنه يكون مجاني ويكون كمان قيم من حيث المضمون ومن حيث الشكل كمان والقالب يلي بقدمه فيه، بحتاج أني اشتري كتب، بحتاج أصرف على معدات وأدوات، وكمان بكون عندي اشتراكات والتزامات مادية أونلاين.
وهالشي ما بقدر قوم فيه لحالي لأنه بشكل استنزاف مادي بالنسبة لي. لهيك أنا حابة أشارككم بطريقتين متاحين للي حابب يدعم المحتوى المجاني لبودكاست ريهاميات والموقع واليوتيوب شانل، أنه فيكم تقدموا التدعيم عن طريق PayPal أو موقع Patreon، سواء بمبلغ معين أو بدعم شهري بيبتدي من $1 بالشهر. رح تلاقوا اللينكين تبع PayPal وPatreon موجودين مع نوتس هالحلقة وكمان على موقع ريهاميات.com. وشكرا مقدما لدعمكم وتشجيعكم بطرق وأشكال مختلفة. خلونا هلأ نرجع نكمل حلقتنا مع بعض. لو هلأ قلت لك ركزي تفكيرك وتركيزك على جزء معين من جسمك، مثلا كف إيدك، بتلاقي انك بلشتي تلاحظي الشعور يلي عم يوصلك منه. مثلا انتبهتي انه ايدك باردة او ايدك دافية وعم تعرق، باطن كف ايدك عم يعرق. هدول الاحاسيس موجودين كانوا بس ما نون فايتين على دماغك، لانه الـ RAS فلترن وقرر انهم لا مهمين ولا خطيرين. نظام التفعيل الشبكي بيحكمه شغلتين، اثنين كاتيجوريز، انه الداتا تكون اما فاليوبل او ثريتنينج، يا تكون ذات قيمة او بتشكل تهديد للانسان. نظام التفعيل الشبكي هو مثل اسمه عبارة عن شبكة من الخلايا موجودة بمركز بالدماغ، وهذا المركز مرتبط بالصحيان والنوم والانتباه والتركيز. وشبكة هالخلايا حرفياً بتفلتر المدخلات الحسية وبترفض دخول أي شيء غير متعلق بالموضوع، irrelevant sensory input. بس شو هو الموضوع؟ يعني مين يلي بيحدد هالمدخلات؟ هل هي relevant أو irrelevant؟ وهذا سؤال منطقي كتير، لأنه حتى شبكة هالخلايا تعرف تفلتر لازم يكون عندها معايير أو مقاييس معينة تفلتر على أساسها. قعدت هيك أتخيل ودور على تشبيه يمكن يساعدنا أنه نفهم شغل الـ RAS. فتخيلت أنه دماغي هو قاعة مؤتمرات، وعلى باب القاعة في مكتب استقبال جواته سكرتيرة تنفيذية لازم كل حدا من المشاركين بالمؤتمر يعدي عليها لحتى هي تقرر إذا هالشخص يدخل ولا لا. الناس هدول هن الداتا أو المدخلات يلي عم تتهافت على المؤتمر يلي هو دماغي. فبقول لسكرتيرة المكتب التنفيذي فوتي بس الناس يلي معهم تذاكر و screen out the junk. هيك هي بتعرف إنه اللي معه تذكرة بفوت واللي ما معه تذكرة فهاد يصنف junk. كلياتنا عنا قاعة محاضرات وعنا مكتب تنفيذي، بس مو كلنا عنا سكرتير أو موظف شغال جوا المكتب. نظام التفعيل الشبكي هيك شغال بدماغ كل الناس. يعني هالمكتب موجود، ولو نحن ما وظفنا شخص جوا المكتب معه سيستم للفلترة، فالمكتب هو لحاله بيحدد مين يدخل ومين لا. يعني قبل هالحلقة وقبل ما تكوني سمعتي أساساً عن الـ RAS كان شغال ولا مو شغال؟ لا كان شغال طبعاً، لكن كانت المعلومات اللي عم تدخل على دماغك عم تتفلتر على أساس أفكارك وقيمك. حتى لو أنت ما كنتي محددتيها بوضوح لهالأفكار والقيم، لكن أخذ شكل ما وهالشكل بيستنتجه دماغك تلقائياً من أسلوب حياتك. أياً كان أسلوب حياتك، لو كانت حياة عشوائية أو لو كانت حياة منظمة، بالنهاية كلياتنا عنا قيم واهتمامات بيستند عليها الـ RAS لحتى تكون هي مقياس الفلترة. شفتي لوين أنا عم حاول أوصل؟ إنه لما أنا بركز إرادياً على شيء معين بيقوم الدماغ بيحدد إنه أوكي هذا أمر له أولوية عند ريهام، فبيعلم عليه، وبالتالي المدخلات يلي ما إلها علاقة فيه بخليها برا. حلو كتير، هلأ تعرفنا على نظام التفعيل الشبكي وشو أهميته وشو بيعمل. خلونا طيب نذكر شوية أمثلة عملية. بالنسبة للأمهات يلي عم يسمعوني، الـ RAS بيفسر لك الظاهرة الكونية يلي بتصير معك دايما لما بيكون ولادك عم يتفرجوا على التلفزيون أو عم يلعبوا على الموبايل وبتنادي لهم يلا على الغداء وما حدا بيسمع، شيل الزفت من إيدك وما حدا سامعك. بمناسبة الحديث عن الزفت بشجعك تسمعي حلقات تسونامي شاشات من بودكاست ريهاميات، هني 6 حلقات ابتداء من حلقة رقم 20 مهمين كتير بخصوص أضرار الجيمينج ومخاطر الاستخدام المفرط للشاشات. فيلي بصير فعليا بينك وبين ولادك انه لما انت بتنادي لهم يجوا على الغداء وهني غرقانين بالشاشات، قيمة صوتك كأم بتكون أقل بكتير من أهمية اللعبة اللي عم يلعبوها. لهيك الـ RAS بفلتر صوتك بخليه برا. بس لو مثلا قلتي لهم أنا رح ضب الغداء، أو مثلا قايمة أطفي الراوتر،
أسلوب التهديد بيخلي فجأة قيمة صوتك وأهميته تعلى، لأنه صار في شيء threatening مقارنة بكلمة تعو على الغدا. فالـ RAS تبع أولادك لقى المدخلات مانا valuable طنشة، بس لما لقاها threatening راح فاتح الفلتر ومدخلها. فهو الصراحة مو كتير الـ value تبع صوتك عليت وصار له قيمة، لا تفهميني غلط، هو التهديد يلي خلى الـ RAS تبع أولادك يشوفوا إنه كلامك أهم من فيلم الكرتون يلي عم يتفرجوا عليه. يقوم راس أولادك يقرر إنه يفلتر صوتك ودخل بس الأصوات اللي جاي من الشاشة قدامه. راح ضب الغدا وما راح تاكله إلا بالليل. الـ RAS فلتر صوتك لجوا وخفتت أهمية اللعبة وقام الأولاد ياكلوا. بالنسبة للشباب والصبايا لما تكونوا طالعين مشوار خروجة بالمصري ظهرة باللبناني وعم تتغدوا بالفود كورت مثلا بنص المول في مركز الزحمة بأكتر مكان ضجة وحركة وروايح وأصوات وألوان ودعايات وشاشات ومنيوز، بس على طاولتكم أنتوا مثلا لو قلنا 6 أشخاص الكل عم يأكل ويتحدث مع بعضه وبتكونوا قادرين على التواصل والحديث والانتباه، لأنه كل واحد قرر نظام التفعيل الشبكي تبعه أنه هالحديث مهم، وبالتالي الحركة والأصوات والتشويش حواليكم كله بيخفت نسبة يلي عم يصير بيناتكم أنتوا 6 رفقات على طاولة الأكل. ومثل ما قلنا الأمثلة بتشمل المدخلات ذات القيمة والمدخلات المتعلقة بالخطر valuable input و threatening input. رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. أنا مي الخولي host podcast special أم، بتكلم على كل حاجة تخص الأم والعيلة ككل. أوعدكم هتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية أو التحديات الأكبر اللي ممكن تمر بأي أسرة. نسيت أقول لكم إن أنا Certified Parent Coach، وأهم من ده أنا أم زيكم مضغوطة و overwhelmed and trying to figure it out. Please follow اللينك بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت. مثل صوت البيبي مثلا بالنسبة للأم لما تبكي البنوتة ممكن يكون قبلها في صوت سيارة إسعاف، صوت بياع دروبة بكيا والأم نايمة، بس أول ما البيبي تبكي بتنط الأم من نومها لأنه الـ RAS صحاها بنتك عم تبكي، في شيء threatening، في خطر بالنسبة للأم. أما بالنسبة للجيران يلي عم يسمعوا صوت بكاء البيبي فغالبا ما انتبهوا له من أساسه. عامل التعود بيلعب دور بالفلترة، يعني بيخلي نوع معين من الداتا يكون لا مهم ولا خطر، وبالتالي بيتفلتر لبرا وما بيفوت على دماغنا. يعني إذا أخذنا مثلا جارته لظافر العابدين، جارتي حبيبتي صديقة الحيوانات عندها كلبة جولدن بتحوه بالساعات. لو تخيلناها ساكنة بالطابق الأرضي والكلب عم يعوي طول اليوم وإجينا نحنا طبعاً مو ظافر العابدين نقلا سكتيلنا إياه، رح نلاقيها عم تقول مين؟ لوكي؟ لوكي زي النسمة ولا طالع له حس. هي الصراحة لا عم تكذب علينا ولا سايق العبط، بس هي متعودة على صوت لوكي، ومن أول ما اشترت الكلب وهو بيهوهو بيهوهو بيهوهو. نباح الكلب وفقاً للـ RAS تبع أصحابه بيتفلتر وبيضل برا، بينما نباح نفس الكلب بالنسبة للـ RAS تبع الجيران بيخليه يدخل لإدراكهم وبالتالي بيسمعوه وبينزعجوا منه. بعد أمثلة الأمهات والشباب وجارتي حبيبتي صديقة الحيوانات رح أعطيكم مثال يخص المدرسين والمدرسات بالكلاسات. أنا عايزة أعرف مين حضرتك وإزاي تدخل عليا كده كلاس؟ كيلاس ايه؟ مفيش حاجة اسمها كيلاس، كيلاس يعني ده كيلاس وده كيلاس وده كيلاس، دول كيلاسات. بما انكم عرفتوا من حلقتين اني انا انجليش تيتشر سابقا، فانا عم احكي عن دراسة وعن خبرة، ما عم اتنطط على المدرسين، لانه هي معلومة تانية عني ان المدرسين والاطباء تحديدا عندي لهم احترام خاص جدا، مع كل معزتي القلبية لكل المهن، بس انا متعصبة شويتين زيادة للاطباء والمدرسين بالحياة. فقديش منشتكي نحن كمدرسين أنه الطلاب ما عم ينتبهوا بالحصة وسرحانين بالدرس ومنحط الحق عليهم مع وصمة أنه فلان غبي وعلان شقي وفلانة هبلة وعلانة نعسانة.
هلأ بعد ما تعرفنا على نظام التفعيل الشبكي صار فينا قبل ما نلوم الطلاب نسأل حالنا، هل يا ترى أنا محضرة حصتي منيح وعامل الدرس شيق حتى يدخل جوا راس الطالب؟ هلأ أنتوا ما شفتوني عم بعمل air quotes على كلمة راس بأصابيعي حطيتها بين قوسين، بس قصدي أنه نظام التفعيل الشبكي يسمح للدرس بالدخول ويصنفه valuable input، مدخلات ذات قيمة، أيا كانت المادة يلي بدرسها، تاريخ، رياضيات، علوم أو دراسات، وما أدراكم عن منهج الدراسات تبع رابعة ابتدائي بمصر كل الناس عم تشكي منه، يلي هي بسوريا كنا نسميها اجتماعيات. فعليا هني تاريخ وجغرافيا والغالبية العظمى من الولاد بيكرهون، بس أنا عم حاول لاقي طرق خلي ابني يحب المادة، وأنا عن جد بحب الجغرافيا بأمانة صراحة، يعني أنا بحب الجغرافيا وطول عمري شاطرة بالجغرافيا، بس للأسف في كتير من مدرسين الاجتماعيات مدرسين منهج الدراسات أسلوبهم قديم لدرجة مخلي الـ RAS مفلتر الدراسات كلها على بعضها برا دماغ الولاد. لكن أنا أيا كانت المادة يلي بدرسها خليني أعطيها أهمية وأبذل مجهود لحتى خليها شيقة، بدل ما لاقي طلابي سرحانين قم استخدم التهديد والوعيد وإلجأ لتاني كاتيجوري بالفلترة تبع نظام التفعيل الشبكي، إنه لو فشلت خلي مادتي valuable input بلجأ للthreatening input وبخلي المعلومة تعبر فلتر الـ RAS من باب الخطر والتخويف. فهلأ فهمنا ظاهرة التتنيح لما منلاقي الطالب باصص بعين المدرس لكن لا سامع شي ولا فهمان شي، المدرس كله على بعضه والمادة ذات نفسها ضلوا برا الغربال، واللي داخل على دماغ الطالب أمور تانية، سواء من برا شايف قطع الشباك ولا رفيقه اللي جنبه وقع القلم على الأرض، أيا كانت تفاهة المدخلات يلي فايتة من برا أو يلي كمان موجودة بأفكاره، أحلام يقظة، عم يفكر بالساندويتش، وقت الفسحة، وإنه معه مصروف ولا لا يشتري، كله هاد valuable input أكتر من الحصة والمدرس. فهلأ عرفنا هون النقطة المهمة، المفتاح انك انتي تحددي رح تعطي قيمة لأمر معين، هل هو خطر مستاهل انه المدخلات تبعه تفوت على دماغك ولا لا رح تطنشيه وتقولي لحالك طنش تعش، فبالتالي راسك يبتدي يفلتر كل ما يتعلق بهذا الأمر ويخليه برا. الجود نيوز انه كل حدا فينا بإيده يتحكم براسه، بإرادتنا فينا نتحكم بالـ RAS ونحدد الفلتر اللي تشتغل وفقا عليه شبكة هالخلايا. كل ما أتذكر بدايات بودكاست ريهاميات كيف سجلت الحلقات الأولى على موبايلي بمجرد أنه كان معي السلك الأبيض تبع السماعة يلي فيه مايكروفون، وكيف أني تدريجياً اشتريت أول مايكروفون بروفيشنال وبعدين الثاني وبعدين اشتريت برنامج متخصص للساوند إديتينج، بس اللي كان معي من أول يوم ومن أول حلقة هو بوزبراوت. أي حدا عم يفكر يبدأ البودكاست الخاص فيه بنصحكم لما تجوا تختاروا هوست أو موقع مستضيف للبودكاست إنكم تختاروا بوزبراوت. البودكاستينج مغامرة ممتعة كتير لو معكم الأدوات الصح، وبالنسبة لإلي البودكاستينج هو شغل ولكنه ممتع ومثمر لأنه معي الأدوات الصح، واحدة من هالأدوات هي بوزبراوت. بشجعكم تنضموا لأكثر من 100,000 بودكاستر بيستخدموا بوزبراوت، ورغم أنه عددنا ضخم لكني دايما معهم حاسة أنه بودكاست ريهاميات مميز وأنه ما أنه مجرد رقم بالزحمة، وعن طريق بوزبراوت قدرت أضمن أنه البودكاست تبعي يكون موجود على كل الدايركتوريز المشهورين أبل وجوجل وسبوتيفاي وستيتشر وكل الأسامي العالمية الكبيرة. مع نوتس هالحلقة بتلاقوا لينك يعرفكم أكثر على بوزبراوت، وكمان بخبرون إنكم تعرفتوا عليهم عن طريق بودكاست ريهاميات، ومن هاللينك بيطلع لكم هدية بقيمة $20 من أمازون لما تختاروا واحدة من الاشتراكات الشهرية المدفوعة الأجر. مع بوزبراوت البودكاست تبعك والبودكاست تبعك ما رح يكون مجرد رقم بالزحمة. السؤال هلأ، يا ترى شو هي الأمور يلي إلها قيمة بحياتك؟ تعالوا نستخدم خيالنا ببداية هالسنة وتكون مخيلتي هي اللوحة يلي بقعد هندس عليها حياتي، مثل المكيت المصغر يلي منشوفه بالمتاحف أو الفنادق أو المكيت يلي بمحطة رمسيس للقطارات بالقاهرة. لو جبت شوية أشكال صغيرة من تبع المكيت أو مسكت قلم رصاص وألوان وقعدت جوا خيالي ارسم شكل لحياتي، ارسم قصتي، هندس وشكل وكون سنتي الجديدة كيف بدي اياها تكون.
لما بيكون عندي تصور واضح لأسلوب حياتي ولأولوياتي بالوقت وبالشغل وبالعلاقات، وبيكون عندي تعريف محدد لأحلامي، وبكون فعلياً أنا يلي عم أكتب قصتي من خلال تسخير الـ RAS Reticular Activating System، جهاز التنشيط الشبكي، نظام التفعيل الشبكي، لأقدر أوصل لهالصورة يلي أنا راسمتها تبع سنة 2020. riahamiat@gmail.com. ماشي، كتبت العنوان. هلا شو بدي إلا لريهام؟ أنا اسمي فلاني من البلد الفلاني. سن، شفتي شو سهل الاشتراك بالكورس المجاني Wild and Free 2020؟ تابعي حساب ريهاميات على انستغرام وصفحة ريهاميات على الفيسبوك وهاشتاغ Wild and Free 2020 لو حابة تاخدي فكرة عن الكورس المجاني يلي رح يكون بخلال سنة 2020، عبارة عن 52 فيديو رح نشتغل عليهم خلال السنة الجديدة. لا تترددي، بعتي لي إيميل على rehamiat@gmail.com في اسمك وبلدك، وخلي سنة 2020 تكون سنة التغيير الحقيقي بحياتك. تغيير صغير، فرق كبير. بتتذكروا لما من زمان قلنا بحلقة من الحلقات إنه الهدف هو عبارة عن حلم لابس ثياب الشغل؟ الصورة يلي انت تخيلتيها بمخيلتك هي البداية، اني حط شكل وتعريف لحلمي وحدد خطوات تحقيقه. كمان بعلاقاتي يكون عندي تخيل لديناميكية علاقاتي بعيلتي، بشغلي، بدراستي، مع الناس يلي بحتك فيهم، مع كل زملائي، حتى مع الناس بالشارع وانا سائقة سيارتي بشوارع بلادنا، تعاملاتي مع الخضرجي. كل هاي العلاقات والتفاعلات والاشياء يلي بعملها بيومي بقدر أني يكون إرادياً عم أعطي الـ RAS فلاتر معينة يستخدمها لفلترة المدخلات اللي جاي على دماغي. هلأ لو كلمة سنة بتخوف وطويلة كتير أشهر وأسابيع، فكري بيومك. أسمي يومك للحظات وشوفي معي كيف أنتي بأي لحظة معينة عم يكون في ملايين الداتا حواليكي، المعلومات والرسائل اللي عم تحوم حواليكي وجاي على دماغك بس ما عم تفوت عليه، لأنه دماغك فعلياً ما بياخد كل هالمعلومات وبيحللها، وكمان ما بياخد كل هالمعلومات وبيطنشها. دماغك في إلو RAS، دماغك في إلو راس يعني. لهيك إذا حابة تعملي تدريب بسيط للـ RAS، اطلعي حواليكي هلأ ودوري على شغلات فيها لون أخضر، مثلاً إجراباتك، الشجرة يلي سايقة جنبها، صحن بإيدك عم تجليه لأنك بتسمعي بودكاست ريهاميات أنت عم تغسلي المواعين، لو حواراكي معلقة بالمكتب، الفريم تبعها لونه أخضر. كل هاي داتا موجودة بس كان عقلك مفلترة لبرا، ولما قلتي له لراسك ابحث عن الأخضر قالك أفندم مثل العسكري، كان مطيع وبلش يفلتر لجوا ويدخل كل الأشياء يلي لونها أخضر حواليكي. هذا تطبيق كتير بسيط للحظة واحدة بس بيومك، يومك اللي هو 24 ساعة، فما بالك لو تخيلتي حياتك على طول السنة وحددتي أولوياتك وكان واضح بذهنك شو يلي مكتوب جنبه هام وشو يلي علمتي عليه طنش تعش. فنحن هلأ بدنا نمشي بيومنا نكتب هام طنش تعش، هام طنش تعش. اختي لما كانت بكالوريا ثانوية عامة، أنا كنت تاني إعدادي، ومرة مسكت دفتر الفيزياء تبعها ولقيتها كاتبة بالقلم الأحمر جنب كل قانون من قوانين الفيزياء هام هام هام. رحت جبت أنا قلم رصاص وحطيت راء، نزلت بقى ري 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 على كل هالقوانين وتركت الدفتر. بعد شوي لما قعدت تدرس هي سمعتها من الأوضة ريهام شو عاملة بدفتري. بعدها صارت تكتب جنب القانون مهم ونفدت مني بطريقة ذكية. امسكي دفتر حياتك وعلمي على كل نقطة فيه بقلمين، قلم رح تكتبي فيه كلمة مهم وقلم رح تكتبي فيه كلمة طنش تعش، ومن هون راسك نظام التفعيل الشبكي بيبتدي يفلتر ويرفض كل شيء معلم عليه طنش تعش ويفوت لك الداتا المرتبطة باللي علمتي عليه انه هام. يعني مثلا لو انا حلمي يكون انتربرنور ورائدة اعمال بمجال معين وابدأ مشروعي الخاص، لما شغفي هذا بيتملكني وبتكون أفكاري كلها عنه بتوصل رسائل لراسي إنه هذا أمر مهم، فبيبتدي الـ RAS يلاحظ كل ما يتعلق بالمشاريع والبزنس والمعلومات والتسويق والتدريب والأشياء المتعلقة بالمجال يلي أنا فيه مهتمة، وبلاقي هالداتا جايتني من التلفزيون، من الراديو، من الإيميل، من النت، من الأحاديث اللي حوالي، من السوشيال ميديا، من بودكاست ريهاميات،
مو لأنه الداتا حوالي كترت، لا، لأنه الـ RAS عم يفلتر لي اللي داخل إنه يكون بيخدم حلمي. وهلأ في نقطة كتير مهمة انتبهي لها منيح، يلي بيصير إنه فوق المدخولات الخارجية يلي عم تفوت على دماغي وإلى علاقة بمشروعي، ونس هالداتا دخلت، عقلي بقى بيبتدي يخلق هو جواته فلاشرز أو ومضات من الأفكار الخلاقة والإلهام الخاص فيني أنا. يعني بتبتدي بنات أفكاري تشتغل، فببتدع لنفسي أمور ما كانت موجودة برا الفلتر ولا موجودة جوا الفلتر ولا استقبلتها من حوالي، لكن نتيجة الداتا يلي الـ RAS دخلها بكثافة متعلقة بمشروعي أو بحلمي، لقيت أنا أنه عقلي عم يخلق بدائل، عم يخلق حلول لمشاكل، عم يخلق تربيطات جديدة، وانتعش عنده فعلا الإبداع، وببتدي خطط لتنفيذ أفكار جديدة. ولو كان عندي مشكلة معينة لقيت الـ RAS فلتر لي ما يتعلق فيها وزاد عندي الوعي والملاحظة لحلول جديدة، وأنا ابتكرت كمان حلول لتساعدني أوصل للي بدي إياه وأحصل على بدائل للطرق المسدودة وأمشي خطوات لقدام. أنا كتير متحمسة فعلاً أني فكر فيكي عم تبتدي تطبقي هالمعلومة ابتداء من هاللحظة بعد ما تعلمتي كل هالأشياء عن الـ RAS. ولا تنسي موعدنا صباح الجمعة الجاي مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات، وخلي دائماً ببالك المثل الجديد يلي تعلمناه اليوم، المثل القائل بسنة 2020: شكراً يا راسي، لولاك كان وجعني راسي. بس هيك. لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد. تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiat.com أو تبعتوا لي إيميل على rihamiat@gmail.com أو مسج واتساب على الرقم 02012 79 709 719. وعلى الفيسبوك دايما تابعوا صفحة وهاشتاج ريهاميات. سلامات.